عليكم. عليك السلام الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ أحسن الله حالك طيبين ومتنين. إن شاء الله بخير. اليوم نبتدي معكم محاضرات مبادئ إدارة أعمال. أنا الدكتور ناصر أمين أحمد علي من جامعة العلوم التكنولوجية. الكل موجود 21، تمام، 22 زبون مليح. بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا بيكون اللقاء الأول لنا في هذه المادة، في هذا المساق، مساق مبادئ إدارة الأعمال. هذه هي التي المواضيع التي بنناقشها خلال المحاضرة هذه. سنتكلم عن طبيعة الإدارة، أهمية الإدارة وتعريفها والوظائف، ومن ثم بنشوف وظائف الإدارة بشكل تفصيلي، ونوقف على هذا الموضوع حتى نهاية المحاضرة. فنشاط إنساني يرتبط بالعمل الجماعي فقط. هل ممكن يعني الفرد برضه يعني يكون عنده قدرة على التعامل مع ذاته كسيلف مانجمنت، كإدارة ذاتية؟ ممكن. إذن يهدف إلى تحقيق، إذن هو نشاط إنساني يرتبط بالعمل الجماعي ويهدف إلى تحقيق نتائج محددة، وهذه النتائج لم يتم الوصول إليها إلا باستغلال الموارد المتاحة. يعني الموارد المتاحة قد ربما تكون قليل، وقد ربما تكون كثير، وقد ربما تكون وسط. فالإنسان لما يعني يقول أنه يعني عندي موارد، ويقول ما قدرش أعمل إدارة يعني للأشياء الموجودة عندي، فبالموارد المتاحة ممكن الإدارة بالقليل وبالكثير أو بالمتوسط. يعني مكتوب المهم أنه موارد متاحة، ويتطلب القيام بعدد من الوظائف الأساسية اللي ممكن توصلك للنتائج واستغلال الموارد. إذن بعد يتطلب القيام بعدد من الوظائف الأساسية: التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة. وبعض المؤلفين يضيفوا إليها يعني اتخاذ القرار، على الرغم من اتخاذ القرار هذا شيء يبدأ من بداية التنبؤ بالمستقبل حتى يعني ما بعد تقييم النتائج. القرارات مش يعني مشمولة ضمن إطار هذه الوظائف الأربعة. إذن هذا العلم أيضا يهتم بالماضي ويهتم بالحاضر ويهتم بالمستقبل. إذن الماضي موجود والحاضر أيضا موجود والمستقبل موجود ضمن إطار فلسفة الإدارة أو إدارة الأعمال. وهذا الماضي يعني نستخدمه قبل عملية التخطيط لعملية التنبؤ، والحاضر لمعرفة أين نحن وأين نقف، والمستقبل إلى أين نريد أن نصل. إذن هذه التخطيط، وبعد ذلك سنتكلم عن التنظيم، وبعد ذلك سنتكلم عن التوجيه، وسنتكلم عن الرقابة. ومن خلال الوظائف هذه بنوقف أحيانا عند مستوى اتخاذ القرارات. إذن لكل علم أهميته. لا يمكن مثلا واحد يدرس علم ولا يعرف أهميته. إذن من أين تنبع أهمية الإدارة؟ تنبع أهمية الإدارة نتيجة لظهور العديد من الظواهر، ليست ظاهرة واحدة، وكثير من المتغيرات في مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية. من هذه المتغيرات هذا الانكبار حجم المشروعات. فما دام أنه علم جماعي وعلم يهتم بالجماعة، معناته أنه هناك جماعات أو أفراد ستقوم بإنجاز الأعمال، وهناك تنوع في الإنتاج. فكبار حجم المشروع معناته أنه كيف يتم قياس المشروعات، كيف يتم قياس حجم المشروعات؟ يعني كبار حجم المشروعات يتم قياسه إما بعدد الأفراد وإما بحجم رأس المال. وبالتالي نقول أنه كلما زادت يعني عدد الأفراد وتنوع الإنتاج، معناته أنه هنا في موارد، وهذه الموارد إما هي عبارة عن بشرية أو مادية أو معلومات. ويعني كبر حجم المشروعات هذه يعني حتى ما أنه يكون في هناك
في هناك إدارة تقوم بعملية تسيير هذه المشروعات. أيضا فصل الملكية عن الإدارة، إذا حجم يعني كبر حجم المنظمات هذه وضخامة رؤوس أموالها وتعقد المهام، جعلت من يعني من مبدأ من مبادئ الإدارة أنه فصل الملكية عن الإدارة. لماذا يتم فصل الملكية عن الإدارة؟ أنه لا يكون صاحب المشروع هو المدير للمشروع، لأن الإنسان الذي يقوم بعملية إدارة المنظمة من خارج المالكين يكون دائما في حالة استنفار، وفي حالة يستطيع من خلالها إنجاز الأعمال وتحقيق ذاته هو أصلا، قبل أن يكون هناك يقدر يحقق أهدافه ويحقق أهداف للمنظمة. لكن عندما تكون هناك الملكية والإدارة يكون قد ربما يكون هناك في عملية تراخي وعملية عدم جدية في إدارة المشاريع، وأحيانا يكون في اختلاف بين المالكين نفسهم ولا يوجد هناك جهة محايدة بين المالكين وكثير من الشركات، أو يعني فشلات أو صفيات، أو يعني حصلت خلافات فيما بين بين المالكين. ظهور النقابات العمالية أيضا مصالح المنظمة ومصالح الأفراد. نحن نعرف أنه كل الأفراد أيضا أهداف وللمنظمة أهداف، حتى يكون في إنصاف للفرد تتشكل النقابات هذه التي تطالب بحقوق الأفراد، بحيث يتم تحقيق أهداف الأفراد وبالتالي أهداف المنظمة، أو لا تتناقض الأهداف بين المنظمة وبين أهداف المنظمة وأهداف الأفراد، فيكون هناك توحيد بين يعني أهداف الأفراد على أساس إنجاز وتحقيق أهداف المنظمة والعكس. ظروف التنمية والتطورات الاقتصادية. إذن عناصر الإنتاج هذه إيش عناصر الإنتاج؟ خطم تقصد جزئي؟ أنا بالنسبة لي ما أخذ يا دكتور. لأنه عناصر الإنتاج في الاقتصاد الجزئي اللي هي عبارة عن من رأس المال والموارد البشرية، رأس المال البشري والتكنولوجيا والأرض. وبالتالي هنا في عملية التنسيق بين هذه عناصر الإنتاج تحتاج إلى مفاهيم إدارية تستطيع عملية التنسيق بين هذه العناصر، وحتى لا يكون هناك يعني يكون اتزان بين إدارة هذه العناصر. متابعة كل جديد لتنفيذ خطط التنمية أيضا، مدام بأن الإدارة يعني تنظر إلى الماضي ومن ثم الحاضر والمستقبل، إذن متابعة كل جديد لتنفيذ خطط التنمية. نحن قبل قليل تكلمنا عن أنه هذا العلم ينظر إلى الماضي وينظر إلى الحاضر وينظر إلى المستقبل، وبالتالي عملية التطوير وعملية التخطيط وعملية النظر إلى المستقبل يحتاج إلى متابعة كل جديد، بحيث يتم يعني إنجاز أهداف المنظمة على مستوى المستقبل. وأحيانا يتم التوسع، وهدف التوسع معناته التعامل مع كل جديد وتنفيذ خطط التنمية. أيضا التدخل الحكومي. واضح الصوت يا شباب؟ هلو هلو. نعم واضح الصوت. نعم هذا صوت كتب. طيب إذا أيضا التدخل الحكومي يحتاج من يعني أنه ينظر إلى علم الإدارة، وعلم الإدارة تأخذ بعين الاعتبار كل القوانين التي تشرعها الحكومة، وزيادة تدخل أحيانا الرقابة الحكومية على التجارة وعلى الصناعة لفرض سيطرة على مجالات الحياة في البلد. إذن سلطة المنظمات يفترض تكون تحت سلطة الدولة و تحت سلطة الحكومة، وبالتالي يعني لابد الإدارة يعني أن تكون قادرة على التنسيق بين التدخلات الحكومية و يعني المشاريع والاستثمارات في المنظمات. أيضا تطور ظاهرة العولمة وانحسار الحدود الإقليمية. العالم يتجه نحو خلق سوق عالمية مفتوحة
فزادت المنافسة والطلب على مهارات إدارية متخصصة. فبالتالي العولمة هذه يعني عولمة في جانب الاقتصاد، عولمة في جانب السياسة، عولمة في جانب الثقافة، عولمة تكنولوجية، كل هذه تحتاج أيضا إلى إدارتها بشكل بحيث أن تستطيع الإدارة المنظمة العيش ضمن إطار المنافسة. وأيضا من أجل إدارة يعني من أجل إدارة المهارات المتخصصة والحصول على كفاءات، هذه الكفاءات تلبي حاجة المنظمة في عملية التعامل مع السوق الذي تعيش فيه هذه المنظمة. أيضا سرعات التغيرات التكنولوجية، كما نعرف أنه من يعني بداية يعني فكرة العولمة هناك تغيرات في جانب التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي بحاجة نحن إلى تخطيط استراتيجي. هذا التخطيط الاستراتيجي يعمل على التعامل مع بيئات، البيئة هذه بيئة ليست ساكنة ولكن في بها من التغير المتسارع في جميع المجالات، وبالتالي تحتاج إلى إدارة تقوم بعملية الضبط لهذه العوامل. وبالتالي نحن بحاجة إلى تخطيط استراتيجي بدل من التخطيط الآني أو التخطيط المتوسط الأجل أو القصير الأجل. إذن هناك نحتاج إلى تعريف الإدارة هذه، يعني أي شيء دائما يجب أن نعرفه حتى نستطيع التعامل. وهنا بتشوفوا يعني تعريف متسلسلة من حيث التاريخ بس في مكررة، معلش هذا أمس عندما بدأنا ننسق استوى التكرار. في عندنا التواريخ يعني كيف تطور التعريف للإدارة هذه، كيف نظروا للإدارة هذه بشكل متسلسل، والباحثين دائما يعملوا على عملية تطوير كل شيء بما يتناسب مع الفترة الزمنية، لأنه الفترة الزمنية تعكس نفسها يعني وتعكس ومتغيرات تعكس نفسها على العلم. فالباحثين كلما تطور كلما تقدم الزمن وتطورت الأفكار يعني أيضا تتطور المفاهيم وتطور التعريف تعريف المجالات. فمجال الإدارة بدأ في عند تايلور، وتايلور هذا من المنظرين للإدارة وأول رواد الإدارة. ففي 1919 أعطى للإدارة تعريف وقال هي القيام بتحديد ما هو مطلوب عمله، تحديد ما هو مطلوب عمله من قبل العاملين بشكل صحيح، ثم التأكد من أنهم يؤدون ما هو مطلوب منهم بأفضل الطرق وأقل تكلفة. هذا تايلور في عام 1911، ولابد أن نشوف يعني 1923 شالدون هذا أيضا أعطى تعريف ونشوف إيش الأشياء اللي تغيرت في التعريف. قال هي وظيفة بموجبها يتم القيام برسم السياسات. طبعا التعريف لتايلور ما لم ينظر إلى شيء اسمه السياسة، وإنما نظر إلى الأفراد وكيف يتم استغلال الأفراد هذول، والتنسيق بين أنشطة الإنتاج والتوزيع والمالية وتصميم الهيكل التنظيمي للمشروع والقيام بأعمال الرقابة النهائية على كافة أعمال التنفيذية. وبالتالي هذا تعريف يعني أخذ يعني منظور آخر وأضاف أشياء لم تكن موجودة في تعريف تايلور. فايول 1949 قال والله التنبؤ بالمستقبل. طبعا لا تايلور ولا شالدون تكلم عن التنبؤ بالمستقبل، فايول دخل يعني أضاف شيء جديد وهو حتى تعمل عملية إدارة لابد تتنبأ به بالمستقبل. وعملية التنبؤ بالمستقبل هذا يحتاج إلى تخطيط بناء عليه وبناء على هذا التنبؤ وإصدار الأوامر والتنسيق والرقابة. وفي 1955 بريتش قام وأعطى للإدارة يعني أيضا تعريف آخر، هو قال عملية اجتماعية. إذا ربط العلم هذا بالجانب الاجتماعي، تقع عليها مسؤولية التخطيط، إذا أسند إليها مسؤولية التخطيط الفعال ووضع اللوائح المتعلقة به في الشركة أو بالمشروع. بالتالي هنا بتشوف كل يعني يعني عالم من العلماء او مؤلف من المؤلفين يعني اصاغ تعريف اضاف فيه اضاف شيء لم يكن موجود عند الاخرين.
إذن في هناك وظائف للإدارة نحن بنأخذها كذا إن شاء الله واحدة واحدة إلى أن ننتهي من ليش من الموضوع هذا. أول شيء بنتكلم عن التخطيط، وبعد ذلك سننتقل إلى التنظيم، وهذه هي وظائف الإدارة، وأحيانا يسموها عملية، عملية تخطيط، عملية تنظيم، وعملية التوجيه، وعملية الرقابة. إذا كنت تتكلم ضمن إطار مفهوم إدارة الجودة الشاملة، إدارة الجودة الشاملة تتكلم أو ترتكز على العمليات ولا تتكلم عن الوظائف، إنما الإدارة التقليدية اللي نحن نعيشها في منظماتنا تتكلم عن وظائف التخطيط، وظيفة التنظيم، ووظيفة التوجيه، ووظيفة الرقابة. وبالتالي هنا المدخلات اللي هي الموارد بشرية ومالية ومواد أولية وتكنولوجيا معلومات، وفي مخرجات هناك هي عبارة عن أهداف ومنتجات وكفاءة في الإدارة وفاعلية. أرجو أنه يعني هذا الشكل يكون مفهوم. فبالتالي هذه المدخلات يتصير عليها هذه العمليات، المدخلات هذه يتم عملية تخطيط لاستقطاب أو لهذه المدخلات. بعد ذلك يتم تنظيم هذه المدخلات، هذه المدخلات يتم تنظيمها بحيث تؤدي المهام المسندة إلى كل إيش، إلى كل منها. بعد ذلك يتم توجيه هذه المدخلات أو التي تم تنظيمها باتجاه معين، وهو اتجاه تحقيق له، تحقيق الأهداف التي تم التخطيط لها. وبعد ذلك الرقابة، والرقابة هذه لتحديد الانحرافات، لتحديد الانحرافات التي قد تحصل أثناء عملية الإدارة. وبالتالي هنا معنا أربع وظائف، وهذه وظائف إدارة وليست وظائف وليست وظائف منظمة، ويجب التفريق بين وظائف المنظمة ووظائف وظائف الإدارة. أولا وظيفة وظيفة التخطيط. وفي نهاية هذه المحاضرة بإذن الله ستكون قادرة على إدراك المواضيع التالية: مفهوم التخطيط وأهميته، ومراحل التخطيط، ومسؤولية التخطيط، وأنواع التخطيط، ومخرجات ومخرجات هذه العملية. بنمشي خطوة خطوة من حيث وإذا كان لكم أي سؤال يعني ما تأخروش، ماشي الحال. طيب إذن بنبدأ بمين؟ بنبدأ بالمفهوم. مفهوم تخطيط هي عملية يتم خلالها تحديد أهداف المنظمة بالموارد الضرورية والأفعال المؤدية إلى تحقيقها. إذن هذه هنا عملية التخطيط يتم خلالها تحديد الأهداف للمنظمة، أهداف المنظمة، وبالموارد الضرورية والأفعال أيضاً، إيش الأفعال التي ستؤدي إلى تحقيق هذه الأهداف. أيضاً قالوا أنها هي عبارة عن التنبؤ بالمستقبل والاستعداد له. إذن التنبؤ بالمستقبل والاستعداد له، ليس فقط التنبؤ ولكن أيضاً الاستعداد. كيف تتم عملية الاستعداد؟ تتم عملية الاستعداد أنه يعني ستخرج بخطة، وستخرج بسياسة، وستخرج بإجراء، وستخرج بقاعدة، وستخرج إذا كان هناك برامج، وستخرج هناك موازنة، وستخرج هناك. فبالتالي ستكون هناك مخرجات لمن لعملية التخطيط هذا، حيث أنه عندما تقوم بعملية التنظيم يكون لديك جميع الموارد الملموسة وغير الملموسة التي يمكن من خلالها تحقيق الأهداف. أيضا هناك تعريف يقول بأنه استقرى الماضي، ما دام أنه العلم هذا يهتم بالماضي ويهتم بالحاضر ويهتم بالمستقبل، يعني ذلك أنه لابد أول حتى نعمل عملية التنبؤ بالمستقبل لابد يكون لدينا معلومات عن الماضي، ومعلومات أين نحن موجودين في الحاضر، وبعد ذلك على ضوء هذه المعلومات يتم النظر إلى المستقبل قد ربما بشكل أكثر وضوحاً مما أن تكون يعني غير مهتم بقضايا الماضي أو التعامل مع الحاضر على أساس التنبؤ بالمستقبل. هذا عملية التنبؤ أيضاً، يعني إنه البيانات هذه ستمر عبر يعني نماذج رياضية، نماذج إحصائية، بحيث أنها تعطيك يعني تصور عن اتجاه مخرجاتك والاتجاه أهدافك نحو المستقبل، وعلى ضوء
سيتم تحديد يعني قدراتك في على مواجهة هذا المستقبل. مخرجات عملية التخطيط ستكون عندك إما خطة قصيرة الأجل أو خطة متوسطة الأجل وطويلة الأجل حسب نوع التخطيط. حسب نوع التخطيط بنتكلم عنه في حينه عندما نصل إليه. إذن نحن أمام قضية تعريف وقضية إيش المخرجات التي ممكن أن نصل إليها. إذن لقد ثبت النوع من التجارب الكثيرين من أن الممارسين أن مجرد الالتزام باستكمال خطوات إعداد خطط العمل يؤصل لدى الإنسان منهج التسلسل المنطقي في جميع مناحي الحياة. اللي ما خططش طبعاً هذا واحد من الناس اللي لا يعترف قد ربما بوجوده كشخص ولا وجود يعني أعمال تستحق أنه يكون في هناك تخطيط. وبالتالي أنه يعني عملية التأصيل عند الإنسان منهجية تسلسل منطقي حتى يعني ينظر للحياة من منظور إما يعني منظور يحقق أهداف قصيرة أو أهداف متوسطة أو أهداف طويلة الأجل. بالتالي كل تخطيط يحتاج إلى فكر. والتخطيط قصير الأجل يحتاج إلى فكر. التخطيط المتوسط الأجل يحتاج إلى فكر. ويحتاج إلى أدوات ويحتاج إلى موارد. فعندما تقول تخطيط قصير الأجل معناته أنه سيكون لديك إيش يعني مجال زمني تقوم فيه. نشوف إذا هذه هي عبارة عن التعاريف الأربعة، هذه الأولى. وهذا المخرجات لعملية التخطيط، إيش بيكون مخرجاته؟ لابد أنه يكون إذا كان مثلا أنا أخطط خطة قصيرة الأجل لابد تكون عندي خطة كمخرجات للتخطيط. أتخطط مستوى متوسط الأجل لابد تكون عندي مخرجات. وإذا كنت أخطط طويل الأجل لابد تكون عندي مخرجات خطة إيش طويلة الأجل. إذن للتخطيط أيضا خصائص. الخصائص هذه هنا ثلاث خصائص. أولا التخطيط توقعي وتنبؤي ومستقبلي بطبيعته. إذن التخطيط هذا توقعي، ما دام أنه نحن نتكلم عن المستقبل أو نتكلم عن الزمن قصير الأجل أو الزمن متوسط الأجل، نحتاج إلى أنه يكون في عندنا قدرة على التوقع ماذا سيحدث. وأيضا التنبؤ في هذا المستقبل وطبيعته، إيش بيكون المستقبل هذا. يترجم بجملة من القرارات، هذا التخطيط يترجم بجملة من القرارات. هذه اللي نتكلم عنه أنه لا يمكن أن تنفذ التخطيط إلا إذا في قرار، إذا أن تتخذ قرارات. مثلا أنا يعني أتخذ قرار بنوع السياسة، أتخذ قرار بنوع الإجراء، أتخذ قرار بنوع القاعدة اللي بستخدمه، أتخذ قرار بنوع البرنامج الذي برسمه لعملية إنجاز الأنشطة، أتخذ قرار وهكذا. إذن يترجم هذا بجملة من القرارات حتى يعني تصل إلى الأهداف. لابد إيش يتم اتخاذ قرارات، هذه القرارات توصلك. يركز على الأهداف المستقبلية المرغوبة. إذن يركز على الأهداف المستقبلية، اترك الماضي واستفيد منه وتعامل مع الحاضر على أساس أنه كيف سنستفيد منه في عملية التعامل مع المستقبل. لأنه عندما تتخذ قرار أنت تتخذ قرار على أساس ستنفذ في المستقبل وليس في تلك اللحظة التي أنت تعيش فيها. أحيانا أفكار، وهذه أفكار يقولوا إذا لم تبدأ الآن فستحصد المزيد من الخسائر. ما تبدأ بإيه؟ إذا لم تبدأ بالتفكير بعملية التخطيط، إذا لم تبدأ الآن تخطط إذا على مستواك الشخصي، على مستواك العائلي، على مستواك المجتمع، على مستوى المنظمات وهكذا، إذا ما لم تبدأ الآن فستحصد المزيد من الخسائر. أيضا هناك أيضا أفكار تقول بأنه إذا فشلت في أن تخطط فإنك تخطط لفشلك. إذا فشلت في أن تخطط فإنك تخطط لفشلك. أيضا هناك فكرة أخرى تقول أن التخطيط ليس خيارا إضافيا بل حاجة ضرورية. إذن التخطيط هذا حاجة ضرورية وليست شيء يعني اختياري بمزاجي بعمله أو يعني ممكن يعني بمزاجي برضو أتغاضى عنه. إذا تريد أن تبدأ فالبداية بالتخطيط، وإذا تريد أن تنتهي فستنتهي بمراجعة ما خططت له. أعتقد إن شاء الله يكون هذا مفهوم.
أهمية الإيه؟ أهمية التخطيط. يقدم التخطيط ما يلي: وضوح الرؤية. أي شخص ما يخططش الرؤية أمامه قد ربما لا تكون واضحة. يعني أنتم يعني كل واحد يفترض أن يعني ينظر إلى هذا الموضوع أولا بذاته، هل في يوم من الأيام يعني خطط ولا ما خططش، وعندما خطط إيش حصل، وعندما لم يخطط إيش أيضا كانت النتيجة. فالتخطيط هذا يعطيك وضوح للرؤية وتحديد أيضا الأهداف. بدون التخطيط يعني أنت ستعيش أيامك، ستعيش لياليك، ستعيش يعني شهرك سنتك بدون أن معرفة إلى أين أنت ذاهب وإيش حققت وإيش أنجزت، سواء كان على مستوى الفرد ولا على مستوى الأسرة ولا على مستوى المنظمة. استخدام أمثل للموارد والإمكانات. نحن نقول إنه الإدارة بالموارد المتاحة. ما دام عندك أنت موارد متاحة معناته أنت بحاجة إلى إنه تستثمر بشكل أمثل وفي يعني ضمن إطار إمكاناتك الموجودة. أما إنه يكون عندك موارد سواء كانت قليلة أو كثيرة بدون إدارة سيتم إيش التبذير أو سيتم الإسراف بها أو سيتم عدم إعطائها حقها من التقييم، أو إنك أنت قد ربما لا يعني ستكون حاجز نفسك في ذاتك إنه أنا ما أقدرش ما عنديش الموارد، بالرغم من الموارد تكون عندك موارد متاحة وأنت غير ملتفت لها. وبالتالي استخدام أمثل للموارد والإمكانات. تحقيق التكامل والتنسيق. تحقيق للتكامل والتنسيق. إذا حتى تعمل عملية إدارة للبشر لابد من أنه تعطيهم الوسائل اللي من خلالها يستطيعوا أن ينسقوا فيما بينهم وأن يتكاملوا فيما يخص القضايا التي يعني تكون موجودة عند في جهة وغير موجودة في جهة أخرى، أو عند شخص وغير موجودة عند شخص آخر، حتى يتم التكامل فيما بينهم فيما يخص القضايا التي قد ربما تكون ناقصة عند جهة أو جهة ما، أو أنها تكون مثلا موجودة يعني بوفرة عند جهة وجهة لا توجد لديها، يتم التكامل فيما بينهم حتى في مستوى على مستوى المعلومات. تحديد الأولويات بما يتحقق مع الاحتياجات. إذا بدون التخطيط لا يمكن رسم أولويات، لا يمكن. ونحن الآن نتكلم عن أهمية التخطيط. هناك أولويات قبل أن نروح لتحديد يعني للتعامل مع المخاطر، لابد نعرف أن نوضح الرؤية ولابد نحدد الأهداف. يعني في هناك يعني مخاطر متوقعة، كيف سيتم توقعها ما لم تكون هناك قدرة على توضيح الرؤية أولا وتحديد الأهداف، وهل الأهداف هذه ستواجه مخاطر أم ستواجه يعني فرص. إذن حتى تقلل من المخاطر لابد من التخطيط. السيطرة على مشاكل التنفيذ. في كل المنظمات موجودة المشاكل، والمشاكل هذه زي ملح الطعام. فأي مشكلة، كل مشكلة ينظر لها بمنظور عقلاني علمي لحلها والسيطرة عليها. أما أن تظهر المشكلة دون أن يكون عندك وضوح في الرؤية أو الأهداف أو ما نوع المشكلة هذه التي يمكن أن تواجهك، هذه لن تحدد إلا عندما تكون قادر على توضيح الرؤية وتحديد الأهداف. وبعد ذلك ستستخدم مواردك وستستخدم التنسيق والتكامل وستضع أولويات لحل الإيش؟ لحل المشاكل. نشوف أول شيء، ما دام أنه التخطيط يبدأ برسم الأهداف، نشوف إيش الهدف. تبدأ عملية أو وظيفة التخطيط بوضع الهدف. إذن لابد نعرف ما هو الهدف. ما هو الهدف؟ الهدف هو القصد أو النتيجة الذي يرغب الشخص أو القسم أو المنظمة في تحقيقه مستقبلا. يعني إذا كنت أنت بداية السنة وتريد يعني أن تحقق هدف نهاية السنة، هذا هدف مستقبلي، وهو أيضا حالة أو وضع مستقبلي مرغوب تسعى المنظمة للوصول إليه. إذن ما دام أنه التنبؤ بالمستقبل، فيعني هذا وضع مستقبلي نريد أن نكون. نريد أن نكون أين نريد أن نكون؟ هناك أسئلة: أين نحن وأين نريد أن نكون؟ فأين نريد أن نكون هذه هي الحالة المستقبلية، هو الوضع المستقبلي المرغوب والذي تسعى المنظمة للوصول إليه أو الفرد للوصول إليه إذا كان هو من يخطط لذاته.
إذن وتصنف الأهداف هذه إلى ثلاثة مستويات. عندنا أول حاجة أهداف عامة، وهذه طويلة الأجل، وهذه يعني ممكن التعبير عنها بأنها الطموحات، بأنها الأمنيات، بأنها الغايات، وقد تتعدى الخمس سنوات هذه الغايات أو الطموحات. حتى ندفع نحو الخمس سنوات هذه أو نحو المستقبل هذه أو نحو الوضع الذي نريد أن نكون يعني فيه بعد خمس سنوات، لابد من وجود أهداف مرحلية متوسطة المدى، متوسطة المدى. وبالتالي هنا إقامة مجمع تجاري في منطقة تجارية قد يأخذ سنة إلى ثلاث سنوات. هذا يعني بالنسبة لمثال لهدف مرحلي، أنه ممكن أن نقوم بعملية إقامة مجمع تجاري، وهذا قد يأخذ سنة وقد يأخذ سنتين وقد يأخذ ثلاث سنوات، هذا متوسط الأجل. أهداف إجرائية قصيرة قصيرة الأجل. إذا أنا مثلا عمل مخططات في غضون ستة أشهر كم أو القادمة إلى سنة، يعني نهاية السنة هذه أو خلال ستة أشهر نصف سنوية إذا كانت سنوية المخططات أو الخطط، يعني لابد أن احنا نقول بأنه يعني بإمكاننا إدراك أو التوقع أو يعني بشكل واضح أنه يعني خلال خمس سنوات قدر ما لا يكون هناك وضوح، لكن من سيوضح هذه الرؤية هي الأهداف الإجرائية قصيرة الأجل والأهداف المرحلية متوسطة الأجل، والتي تستخدم فيها قرارات تدفع نحو إيش؟ نحو المستقبل. إذن هذه ثلاثة أهداف ولها ثلاثة مستويات، وترتبط في كل أنواع من أنواع هذه خطة معينة سنتناولها فيما بعد. إذن لكل للهدف خصائص أيضا، لا يمكن مثلا يعني نهمل هذه الخصائص على أساس أنه نستطيع أن نقول بأنه هذا هدف. أحيانا واحد لا يعلم ما هي يعني ما هو الهدف وكيف ممكن يعني أنه يطلق على الشيء أنه هدف. إذن خصائص الهدف هذا، وجابوا لها يعني كلمة مختصرة سمارت، يعني ذكي أو الأهداف الذكية، ألقى أول واحدة محددة سبيسيفيك. إذن لابد يكون محدد. كيف يكون محدد؟ نسألكم. ألو ألو يا دكتور تفضل سألنا. ترقدوش لكن تناموش، احنا معك على طول. ايوه يعني خلوكم على طول على اساس انه يعني مش واحد قدم مسترخي داخل يعني مش عارف انا فين انتم. فيعني لابد تتفاعلوا على اساس انه مثلا اذا في لك سؤال تساله، يعني كيف ممكن يكون الهدف هذا محدد. طبعا في الهدف الطويل الاجل هذا ما تقدرش مثلا يعني هذا غايه طموح، يعني نقول والله نحن يعني سنسعى الى زياده الانتاجيه، ولكن لم يحدد ما كان بيزيد الإنتاجية هذه. فنقول والله نريد أن نحقق، إذا ما كان نريد أن نحقق الوحدة ونحن لا ندري كيف سنحقق الوحدة ومتى، فما فيش تحديد في الأمنيات أو في الأهداف طويلة الأجل. نحن نريد مثلا أن نتحول من يعني الإدارة التقليدية إلى إدارة الجودة الشاملة، هذا قرار ماش قرار يأخذ له يوم أو يومين أو ثلاثية أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، هذا يعني نظام تغيير شامل داخل المنظمات. وبالتالي لابد أن احنا نعرف يعني الأنواع، يعني نفرق بين هذه الأهداف بحيث أن احنا نستطيع نقول أنه فين احنا بالضبط، وكيف نستطيع أن ندفع نحو الأهداف هذه أو الغايات أو الأهداف طويلة الأجل. يعني ما ممكن يعني الوصول إلى الغايات إلا بأهداف يستطيع واحد تحديده. مثلا نقول والله زيادة المبيعات أو زيادة الحصة السوقية، نقول زيادة الحصة السوقية هذه لن تكون إلا بزيادة المبيعات. إذن كم مثلا يعني ممكن نحدد خلال السنة الأولى، مثلا إذا كان مثلا متوسطة الأجل ثلاث سنوات، بالسنة الأولى كم لابد أنه نحقق من مبيعات، 5-10-20%. وبالتالي هنا لابد يكون محدد الهدف قابل للقياس، معناته انه يعني بامكان قياسه، اللي ما يعرفش يقيس ما يعرفش يقطع. اذا ما كانش الهدف حقق قابل للقياس
لا يعني سواء كمي، لأنه لابد يكون كمي على أساس أنه تقوم بعملية قياسه، لا يمكن تقيس يعني بشكل نوعي. الأهداف اللي هي طويلة الأجل تتعامل معها بمفهوم نوعي، لكن الأهداف قصيرة الأجل أو اللي هي ذكية تستطيع أن تقيسها. يعني أنه والله أريد أن يعني أدرس يعني في مجال ما، في جامعة ما، في دولة ما، إذن هذا الهدف. كيف بتم عملية قياسه؟ ببدأ أشوف مثلا خلال الشهر الأول إيش مثلا، أو متابعة متى بتنزل الجامعة هذه، يعني يعني مثلا الابليكيشن فورم على النت ولا في أي مكان آخر. وبعد ذلك أقول كم بياخذ مثلا عملية التقديم، كم بتاخذ مثلا عملية الرد، كم بتاخذ. وبعد ذلك إلى من توصلك عملية ليه، أقول لا والله خلال السنة هذه أكون حددت هدف وقمت بقياسه يمكن تحقيقه. أيوة، لأنه عملية التحقيق هذا يعني يرتبط بالموارد الموجودة لديك. لا تضع يعني حل يعني 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 هدف، والهدف هذا لا يمكن أن يعني أن تستخدم مواردك أو قدراتك من أجل تحقيقه. أما أن تضع هدف دون إمكانيات أو قدرات، إذا معناته الهدف هذا قد ربما يكون صعب المنال، واقعي، مش خيال علمي. أحيانا الخيال العلمي ده يعني يتم رسمه على أساس هدف طويل الأجل وليس قصير الأجل أو متوسط الأجل. واقعي معناته أنه ما هو موجود لديك من إمكانات وموجودة على الواقع، وأيضا لا يتعارض أيضا مع الواقع الموجود. قد ربما والله يعني تفكر في هدف، والهدف هذا يتعارض مع المجتمع أو يتعارض مع يعني مع ما أصحاب المصالح. أي هدف سيتعارض مع أصحاب المصالح قد من المنظمة هذه، قد ربما يعني لا يمكن تحقيقه ولا يمكن قياسه ولا يمكن إيش، ولا يمكن أن يكون محدد. فبالتالي لابد يكون واقعي على أساس أنه يعني ما تنظرش وأنت تصنع أهداف إلا ضمن إطار المحتوى الذي تعيش فيه المنظمة هذه، لأنه في بيئة، والبيئة هذه داخلية وبيئة خارجية. وإذا ما كانت هذه موجودة يعني في عين الاعتبار عندما تضع الهدف، ستضع هدف قد ربما خارج الواقع أو بعيد عن الواقع وله مخاطر كثيرة. مزمن، إذن لابد يكون مزمن. أي يعني هدف غير مزمن لا يمكن الوصول إليه. فلما تدفع نحو الهدف الطويل الأجل اللي هو 5 سنوات أو ما فوق 5 سنوات، هذا لا يسمونه التايم هوريزون، يعني مزمن، يعني خلال 5 سنوات بنكون كذا، بعد 5 سنوات بنكون كذا. ويعني عندما تسعى إلى تحقيقه لابد يكون في زمن. إذن هذه 5 خصائص، وهي عبارة عن السمارت، أول حرف سبيسيفيك، وميجيرابل يعني قابل للقياس، التينابل يعني يمكن تحقيقه، وريليستيك يعني أنه يكون واقعي وليس يعني ضد الواقع الذي أنت تعيشه، وآخر شيء تايملي يعني مزمن. إذا لم يكن مزمن أيضا، فأي هدف لا يمكن مزمن، لا يمكن متابعته، أو لا يمكن حتى يعني، لأنه الزمن واحد من الموارد، الزمن واحد من الموارد اللي تستخدمه. فإذا ما وضعت لنفسك زمن معين، معناته أنه أنت تعمل ب يعني في يعني في الفراغ، ما لا يمكن في أي لحظة من اللحظات تلحظ نفسك يعني إلا إذا كان الهدف مزمن. الخطة، إيش هي الخطة؟ ما دام نحن بنخرج بخطة قصيرة الأجل واللي متوسطة الأجل واللي طويلة الأجل، إذن ما هي الخطة عشان أعرف إن أنا على فعلا يعني، ولا فقط أسمع بس إنه التخطيط الاستراتيجي ولا كلام في الهواء؟ ما هي الخطة؟ هي طريق أو منهج تختاره المنظمة للوصول إلى الأهداف المرسومة. إذن هي طريق أو منهج تختاروا المنظمة للوصول إلى الأهداف. وأنا بنضرب أمثلة بعد شوية عن نوع الاستراتيجيات أو الطرق هذه اللي تستخدمها المنظمات. هي بيان تفصيلي مكتوب، يعني بيان تفصيلي مكتوب يوضح ربما الأسواق المستهدفة، يوضح البرامج التسويقية اللي بتستخدمها، يوضح أصحاب التسويق، يوضح مسؤولية الأفراد في كل في خلال يعني ضمن إطار البرامج هذه.
يوضح المقاييس الزمنية اللي ممكن تستخدمها لمعرفة أنه هل تمشي الأمور بنفس الاتجاه أو لا، والموارد المستخدمة محددة وبموازنة تقديرية محددة أيضا. وأيضا جابوا أيضا مثال آخر أنها هي عبارة عن طريقة أو أسلوب العمل والثبات على سلوك معين. إذن طريقة أو أسلوب العمل والثبات على سلوك معين. التذبذب مشكلة أحيانا تكون، أو أنه التذبذب معناته أنه الرؤية غير واضحة، الرؤية غير واضحة أو الأهداف غير يعني سمارت، غير ذكية. إذا ما فيش ثبات معناته أنه في عندها في مشكلة في إيه، في تحديد تحديد الرؤية أو تحديد الأهداف، وبالتالي يكون في عملية التذبذب. هنا أمثلة شركة، الشركة اللي تدخل في مشاريع فيها مخاطرة، نقول عنها إيه؟ أنها تتبنى خطة واستراتيجية المخاطرة، استراتيجية المخاطرة. طيب الشركة التي تدخل في مشاريع توسع، نقول عنها أنها تتبنى خطة أو استراتيجية التوسع. إن شاء الله لما تأخذوا إدارة استراتيجية سيوضح لكم أنواع الاستراتيجيات على مستوى المنظمة أو على مستوى الوحدات الإيه أو وحدات الأعمال. بس هنا نضرب لكم مثال على أساس هذه هي عبارة عن مبادئ تسوقكم إلى مستوى المواد المتقدمة، زي مثلا إدارة الاستراتيجية، وهي تأخذها أحيانا في السنة في السنوات المتأخرة. هذه هي عبارة عن أمثلة للخطة أو الاستراتيجية، خطة أو استراتيجية يسموها، خطة أو استراتيجية. نشوف الموضوع الآخر، المراحل، مراحل إعداد هذه الخطة. خلاص والله يعني الخطة هذه تبنينا مثلا استراتيجية التوسع أو خطة التوسع، الآن سنبدأ يبدأ عملية الصياغة وعملية الإيه ومراحل إعداد هذه يعني الخطة، ومرحلة الإقرار كيف تتم عملية إقراره والموافقة على إيه على الخطة، ومرحلة اللي تنفيذ هذه الخطة، ومرحلة متابعة الخطة حيث أنه نكون قادرين على إيش تنفيذ هذه الخطة. أول شيء مرحلة الإعداد، أولاً مرحلة الإعداد كيف تتم مرحلة الإعداد أو إيش محتوى مرحلة الإعداد. تشمل أول شيء تحديد الأهداف ضمن إطار الخصائص والصفات التي ذكرناها يعني سابقاً، تحديد الإيه؟ تحديد الأهداف. ثانياً جمع وتحليل البيانات، الأهداف هذه إذا كانت مثلاً قصيرة الأجل تحتاج إلى بيانات من نوع معين، إذا كانت متوسطة الأجل معناته نحن نريد أن نطور الأهداف الذي قد ربما ما استكملناهاش في السنة الأولى اللي هي الأهداف القصيرة الأجل. فعملية الأهداف متوسطة الأجل قد ربما يعني هي تعمل عملية تطوير للأهداف أو يعني استكمال للأهداف تطويرها بحيث تتم إنجازها. فتحتاج كل هدف يحتاج إلى بيانات أو معلومات تناسبه، وذلك بقصد تحليلها دراستها ولمعرفة الأوضاع الحالية والمتوقعة. إذا تعرف فين أنت وأين سأكون، أين أنا وأين سأكون، تحتاج إلى إيه؟ إلى بيانات وتحتاج إلى معلومات. مثلا اليوم هذه أنا تخرجت من الثانوية العامة وأنا الآن في الواقع هذا، أنه في مرحلة ما بين الجامعة وما بين إيه، يعني في فترة بين يعني نهيت الثانوية وبدخول الجامعة. إذن أنا في مرحلة، المرحلة هذه تحتاج إلى بيانات وأجمع بيانات من أجل تحقيق هدف الوصول إلى دراسة مثلا الجامعة أو دخول الجامعة. إذن ما هي؟ أحتاج أول حاجة معلومات عن الجامعة، ومعلومات عن عمره الزمني، ومعلومة عن إمكانياته، معلومة عن وبيانات كثيرة جدا. ثانيا بعد ذلك أبدأ أشوف التخصص اللي أنا أرغب فيه، ما هو التخصص الذي يريده، وما هي التخصصات الموجودة ضمن إطار هذه الجامعة. وبعد ذلك ماذا يحتاج هذا مثلا المجال او التخصص من قدرات، من موارد، من يعني من امكانيات تستطيع ان تمكنك من تحقيق الهدف هذا. ما لم يعني فانت يعني تصنع احيانا اهداف غير يعني دون مراعاه الوضع الذي انت فيه، تقول الهدف هذا بحققه بعد السنه، اذا بعد السنه هذه لابد تكون يعني متطلبات هذا تحقيق الهدف هذه موجوده، بحيث يكون ايضا ان يكون واقعي، مش تقول والله أريد أن أكون مثلا يعني الجامعات جميعها تعطي تخصصات ولكن التخصص هذا حقي مش موجود،
يعني خلاص يعني بتوصل إلى اصطدام مع ذاتك إذا أنت بس فقط يعني مصر لدخول هذا التخصص، لابد يكون في واقعية في الايه في القرار، في القرار الذي أو في الهدف هذا اللي أنت صنعته. إذن وضع افتراضات، ما هي الافتراضات؟ الافتراضات هذه إنه إذا الوضع سيكون يعني مواتي شيء، وإذا كان الوضع في بو مخاطر شيء آخر. فالافتراض هو عبارة عن يعني نقدر نقول حالة يعني أو اختيار أو وضع، مثلا الوضع هذا سيسمح لي في عملية تحقيق الهدف، أو ستواجهنا معوقات في إيه في تحقيق هذا الهدف. فإذا كان الوضع مواتي أو السوق مواتي، معناته الهدف هذا بيكون إذا استوى أي يعني طارئ أو أي تغير، لابد يكون في عندك يعني قدرة على التعامل مع الواقع الآخر. الذي سأعطيكم مثال يوضح مثلا الافتراض. افتراض ما يعني والله دعونا احنا في يوم لمناقشة طلاب بكالوريوسية حالكم انتم ان شاء الله لما يعني تنهوا الاربع السنوات يمكن احنا نشرف عليكم في عملية الايش في عملية الابحاث. فبالتالي دعونا احنا الى يعني مناقشة طلاب زيكم في يعني في نهاية السنة الرابعة. دخلنا في المناقشة نسأل الطلاب الموجودين اللي هم قاعدوا البحث، هل يعني أنتم تريدوا أن تتخرجوا وتريدوا أن تلتصقوا بسوق العمل، أو تريدوا يعني تروحوا ماجستير؟ إذن الافتراض الأول أنكم خلاص يعني ما بتواصلوش ماجستير ولا بتواصلوا دراسات. الافتراض الثاني أنكم يعني بتروحوا ماجستير. إذا كان أنتم يعني ستدرسوا فقط من أجل أن تتخرجوا للوظيفة فهذا شيء، وإذا كان تريدوا أن تروحوا ماجستير وتدرسوا ماجستير مباشرة بعد هذه اللحظات أو بعد السنة هذه، معناته سنناقشكم بطريقة تختلف عن طريقة أن نناقشكم كطلاب يريدوا أن يتخرجوا. إذن هذه افتراضات. لكل افتراض ستحقق هدف، لكل افتراض ستحقق هدف. وضع بعد ذلك البدائل وتقويمها، ما هو البديل الأنسب؟ إذا كنتم ستكونوا مثلا يعني إذا كنتم ستتخرجوا فقط للعمل، سأناقشكم بالطريقة هذه، والأهداف حقنا ستكون محددة. إذا كنتم تريدوا الماجستير وهذا طموح على مستوى المستقبل، معناته إذا أنتم يعني لن تقفوا عند هذه المرحلة وأنتم تفكروا يعني بمجال التعليم، إذا سنناقشكم بطريقة أخرى، سنختار البديل الآخر اللي هو بديل أحياناً يكون فيه نوع من الشدة، نوع من يعني من توضيح القضايا المستقبلية، القضايا المستقبلية فيما يخص التعليم. لكن سنقف عند مستوى مناقشتك، إذا كنت تريد أن تتخرج فقط من أجل أن تلتحق بالعمل، سنناقشك على أساس قضايا معينة أن أنت ستروح للعمل، وسنناقشك فيما يخص الجانب الذي سيستقبلك في المؤسسات أو في الشركات التي ستنتمي إليها، واختيار البديل الأنسب، وبعد ذلك نحدد إيش الوسائل والإمكانات اللازمة لتحقيق له، نحطهم في هذه المرحلة. نكون قاعد هذه المرحلة في بها ست خطوات فرعية، هذه المرحلة الأولى في بها ست خطوات فرعية، لابد كل واحدة من هذه الخطوات تكون واضحة، أرجو أن تكون إيه واضحة. إذا حد له سؤال يسأل. شوفوا يعني أنت يعني أنا أعتقد أنا أشرف على أبحاث حق طلاب عن بعد، والله ناس كويسين يعني ناس رائعين يعني أكثر من الـ من الـ من الانتظام في عملية كتابة الأبحاث والاستيعاب. هذه مرحلة من المراحل، لابد أن احنا مثلا نشوف مثلا تحديد الأهداف، نشوف بالكتاب فين موجود تحديد الأهداف، بعدين جمع البيانات، نشوف فين جمع، ما حصلناش في الكتاب الموجود هذا المقرر، نبحث عنه في مكان آخر. ليس بالضرورة أنه مثلا تتقيد بكتاب واحد تقول الله خلاص، لا، مثلا جمع وتحليل البيانات مش موجود في الكتاب هذا، معناته الكتاب هذا مقصر في هذا الجانب، لأنه لا يمكن تعرف أنه هذا الهدف يعني محدد، ولا تعرف أنه الهدف هذا يعني ممكن قياسه، ولا يمكن تعرف أنه هذا الهدف يعني واقعي، ولا يمكن تهدف إلا إذا أنت عرفت المعلومات والبيانات حول الهدف هذا. طيب يا دكتور ربي يحفظك، عندك هذا الملخص عشان تعطيناه؟ هذا قدامكم دواه. لا أقصد ملف.
ملف بي دي اف هذا بنحول أيوة. بنحولكم عند النسمة عند هذول اللي تتواصلوا معهم شوفوا كيف. بس انا اعتقد انه الكتاب يعني لابد انه هذه القضايا تعرفوها، لانه انا اقول لكم يعني هذه المرحله مهمه جدا. ليش؟ لا يمكن مثلا تنتقل الى المرحله القادمه ما لم تكون هذه استوفيتها. انه لا يمكن مثلا تروح نحو التنفيذ ما لم يكن عندك وسائل ولا والامكانيات اللي ممكن تحقق بها. لا يمكن مثلا تخلي السنه رابعه او تدخل سنه ثانيه ما لم تحدد ايش وسائلك اللي بتستخدمها في سنه ثانيه والامكانات التي تكون معك موجوده، ولا ممكن اذا ما مش موجوده هذه ما تقدرش على تنفذ على خطتك السنه اللي بعدها. فبالتالي هذه خذوها انتم وشوفوها موجوده يعني في الكتاب. اذا مش موجوده اقروا عنها، روح دور عن الافتراضات فيني كيف شكله، يعني كيف ممكن انا اميز بين الافتراض وبين الايه وبين الهدف، لانه يعني يختلف. تمام. وكيف ممكن استخدم البيانات هذه والمعلومات على اساس الافتراض، لانه اول حاجه مع البيانات هذه فين بستخدمها مثلا يا لما اقول افتراض كذا ولا افتراض كذا. لما نقول مثلا اليوم هذه بخرج الصباح، انا الصباح هذه افترض انه يعني مثلا يعني بتابع الطقس يقول انه في مطر قد ربما. اذا في مطر معناته لابد اخذ لي حمايه للمطر اما امشي. طيب هل بمشي هل بسياره؟ هل هذه افتراضات، وكل افتراض بتستخدم الايه بعد ذلك بتختار البديل اللي يناسبك. اوكي احيانا والله اوكي انا قررت يعني انه ما دام الارصاد يقول انه بيكون في مطر باخذ سيارتي. طيب وقيت انه السياره حقي ايه السياره عطلانه او في بها مشكله ما. طيب ما فيش بديل اخر، لابد يكون في بديل، ما لم معناته سجلت في البيت. فبالتالي يعني يتم تقييمها على اساس انه هل بالامكان الوصول الى الهدف بالبديل الذي ساقوم باختياره، وبعدين اختار البديل هذا اللي هو البديل الانسب بحيث اننا واخذ الوسائل الموجوده معي للوصول الى الهدف. هذا بالنسبه للاعداد. رقم الصفحه يا دكتور عادي؟ ها؟ اقول عن رقم الصفحه عادي وين الحين احنا؟ انت رقم الصفحه فين؟ ايوه موجود يعني انا فاتح الكتاب الحين، يعني اقول رقم الصفحه عادي ولا؟ قول انا اقول عادي. 134. تمام. الأخت اللي سألت يعني طيب الأخت اللي سألت. طيب نشوف موضوع آخر اللي أو المرحلة الثانية مرحلة الإقرار والموافقة على الخطة. من الذي بيقوم بعملية إقرار الخطة دي، وكيف ستتم عملية الإقرار بعد الانتهاء من المرحلة السابقة دي اللي عملنا فيه بالهدف، وآخر شيء حددنا الوسائل الذي ممكن ننفذ فيه بالهدف، يتم الإقرار والموافقة عليها. بعد انتهاء المرحلة السابقة تصبح الخطة جاهزة للتطبيق الفعلي، ولكن هذا لا يتم إلا بإقرارها من الجهات المختصة. مثلا إذا كانت طويلة الأجل إذن مجلس الإدارة، إذا كانت متوسطة الأجل معناته الإدارة الوسطى، إذا كانت مثلا قصيرة الأجل معناته الإدارة ليه؟ الإدارة التنفيذية هي اللي بتقوم بعملية إيش؟ إقرار الخطة هذه، والتي تعطي الإذن بالعمل بموجب هذه الإيه؟ بموجب هذه الخطة. إذن أول حاجة أقول إنه المواد اللي أخذتها بالسابق هذه معناته البيانات السابقة. الواقع اللي أنا فيه والآن أنا لابد أعيش اللحظة هذه اللي مع الدكتور، ما أعيش لحظة ثانية، لا أجلس أفتش لحظة ثانية. هذا هو الإيه؟ هذا هو الحاضر. المستقبل مثلاً والله إذا ما فهمت أي شيء مما هو موجود أمامي بعدين بروح بعد المحاضرة وأقرأ عنه، هذا المستقبل. ليه؟ لأنه الهدف قد ربما يعني ما تحققش ويحتاج إلى بيانات معينة. تمام. فأنت بالحاضر يجب أن تتعامل مع ما هو موجود أمامك وتشوف فين أنت. أنا الآن أتكلم عن تخطيط، أنا المحاضرة دي عملت لها تخطيط، والتخطيط هذا يقول لي أنه لابد تأخذ هذه المحاضرة ولها أولوية، فهمتي؟ فالآن نحن رحنا للتخطيط على أساس أن لها أولوية، وهي وظيفة من وظائف الإدارة اللي تحول جميع العناصر. الكتاب لن نستطيع أن نغطي بالمجال الزمني، الزمن دحين نتكلم أنه الهدف لابد يكون يعني برضو مزمن. طيب الهدف حقي إذا أنا بأخذ الكتاب كله معناته لابد يكون الزمن معروف كبير، يأخذ مساحة كبيرة، 15 محاضرة. إذن نحن معنا موارد، هذه الموارد أنا أكيف المادة على أساس المورد مشان الوصول إلى الهدف. خلونا نمشي لقدام. إذن مرحلات الإقرار لابد من إقراره قبل التنفيذ،
هذه تم إقراره بتنفذ، لم يتم إقراره ستزيد الموازنة حق الإيه؟ الموازنة حق الحكومة. من الموازنة يتم إقراره في مجلس النواب. إذا ما الموازنة هذه ما تمش إقراره من مجلس النواب معناته لا يمكن تنفيذه. فهمتم؟ هذا على سبيل المثال. ثالثا مرحلة الإيه؟ مرحلة التنفيذ. وافقنا؟ إذا سيتم ها ها. هل يمكن أن نضيف أو نحذف بعض من الخطط أو الأهداف في المستقبل؟ مثلاً إحنا الآن حطينا خطة أمامنا لمدة 3 سنوات أو لمدة 5 سنوات، فإحنا ماشيين في الخطة هذه، حصل الدروب في نص المشوار أو نص التنفيذ أو كذا، هل يمكن إحنا يعني مستقبلاً نضيف بعض أهداف للخطة أو نحذف بعض الأهداف؟ شوف، هي عملية التوسيع، عملية التوسيع كل هدف يعني بيتبعه موارد، بتتبعه أنشطة، يعني مش معقول. عملية التخطيط هذا محكم، الناس اللي يقوموا بعملية التخطيط هذولا ناس مقربين مش ناس عاديين. فلما يضع الخطة حقه يضعه، ولما نقول specific محدد، يعني أنه لا يمكن في لحظة من اللحظات يخرج عن الهدف هذا. إذا خرج عن الهدف هذا مشكلة، يعني معناته انه في زياده في الموارد، قد ربما في زياده في تاخذ فتره زمنيه، وكل كل فتره زمنيه تزيد معناته مورد، والمورد هذا يتبعه مال، يتبعه افراد، يتبعه يعني مواد خام، يتبعه. فيعني انت لما تضع الاهداف، تضع الاهداف في القصيره الاجل معروف، يعني مضبوطه تماما. تمام. عمليه انك تقوم بعمليه التغيير هذا بحيث ما يحرفكش على المسار. التغيير مش في الهدف، التغيير في الهدف إذا وصلت إلى أنه في حاجة اسمه، يعني لما تدخل في المشاريع في شيء اسمه يضعوا أهداف أو بديل يسمونه الأوبتيمستيك، اللي هو مثلا التفاؤلي، وبديل التشاؤمي. إذا مثلا والله يعني هذه اللي نقول في بين الافتراضات، إذا كان مثلا الوضع بيكون مستقر بيمشي الهدف بهذه الطريقة، إذا سنتحول إلى شيء آخر معناته التشاؤمي، الأهداف قد محددة. ما أنت ما تحطش خطة واحدة، تاخذ خطة وحطة وخطة بديلة. أي واحد يخط يعني يمشي بخيار واحد معناته خط يعني أخذ خطة واحدة. فهمت؟ أي طيب، يعني أنا أقصد مثلا زي اللي حصل الآن في عام 2020 اللي هو كورونا وما كورونا والأشياء. هذه إدارة أزمات، يعني إدارة أزمات هذه أسوأ الأشياء. بس هذه هل هذا الشيء كان مفاجئ؟ شوف، مش مفاجئ، هو عند الناس الذين ما استعدوش كان مفاجئ. لكن اللي صنعوا الشيء هم اللي أداروا الأزمة. هذه يعني إدارة أزمات. أخذتم مادة إدارة الأزمات؟ لا، لسه ما خلصت. بتاخذوها، موجودة عندكم، أنا أقول بالله. فإدارة الأزمات هذه لما تاخذوها بتعرفوا مثلا كيف يتم التعامل مع الأزمة. مرحلة المتابعة لي يعني خلاص والله قريناها وبدأنا عملية التنفيذ. أي تنفيذ يحتاج إلى متابعة، فهذه المتابعة تعتبر مرحلة، متابعة الخطة من أهم المراحل في عملية التخطيط، إذ لا ينتهي العمل المخطط بوضع الخطة، بل يجب عليه أن يتأكد من تنفيذها وملاحظة أي انحرافات في الخطة والعمل على تلافيها. إذن أحياناً أنت تعمل الأهداف وتشوف أنه في معوقات. الآن هذه اللي تتكلم عنها أنت قد ربما تكون في أحياناً شيء يعيقك. عملية الإعاقة هذه يجب من معرفته ويعرف كيف عملية التخلص من المعيقات هذه للوصول إلى إيش؟ إلى الأهداف. فمش معقول تضع هدف وما تتابعوش، ومش معقول مثلا تتصل بافراد لتنفيذ الهدف او وما تتابعهمش، وهكذا. فكل شيء يحتاج الى ايه؟ الى متابعه. المديرين هذول يتعاملوا مع من؟ مع انواع التخطيط هذا. في عندنا عده انواع من التخطيط، والمدراء يتعاملوا مع انواع عديده من التخطيط بسبب من طبيعة العمل والتحديات التي تواجه المنظمة من كل من البيئة الداخلية والبيئة الخارجية. إذا كانت البيئة الخارجية أو البيئة بشكل عام مستقرة شيء، فهذا سمينه عبارة عن افتراض.
إذا كانت المنظمة أو البيئة الخارجية ديناميكية تتحرك غير مستقرة، هذا أيضا خيار، وكل خيار له طريقة في عملية التعامل معه أو أنواع من الإيش من التخطيط. هذا لا يعني أن الخطط أنواع عديدة تختلف باختلاف من، وهذا يعني أن الخطط أنواع عديدة تختلف باختلاف من المعايير المستخدمة للتصنيف، وتندرج تحت 3 مستويات حسب مستوى الشمولية والتفصيل، وبعدين حسب المدى الزمني، وبعدين حسب الاستخدام. إذن في معنا يعني 3 أنواع من الخطط التي تستخدمها لمواجهة البيئة والمتاجات التحديات. إذن هذه 3 أنواع بنمشيها خطوة خطوة. أول أهم اللي هو على المستوى الشمولية، يمكن أن تضع إدارة المنظمة 3 أنواع من الخطط تحت هذا المستوى، هي الخطة الاستراتيجية والخطة التكتيكية والخطة التشغيلية. هذا من حيث الشمولية. ماشي. إذن أول حاجة الأهداف الاستراتيجية أو الأهداف طويلة الأجل أو الأهداف العامة. الخطة الاستراتيجية تبنى على الأهداف وليس العكس. هذه خذوها برؤوسكم. هات العلوم اليوم خطة معك. إيش؟ علوم السلام. هاتي. 3 خطط لازم. يعني عندنا 3 أنواع من الخطط اللي يتعاملوا في التعامل فيها المنظمة. خطة استراتيجية. من حيث الشمولية. هذا التصنيف شمولي. فلما تقول مثلا هدف استراتيجي، أي الهدف الاستراتيجي ذا يغير المنظمة كله. لما تضع هدف طويل الأجل معناته تعال 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 هذا أكيد هذا واحد خارج القاعة من خارج الدرس. طيب إذن لما نقول نحن الخطة دي الاستراتيجية هي خطة طويلة الأجل مبنية على أهداف طويلة الأجل، وعندما تأخذ طويل الأجل معناته أنه سيتم التغيير، والتغيير أحيانا يكون جذري. لما أقول مثلا السنة هذه يعني خطتنا طويلة الأجل إن احنا نتحول من الإدارة التقليدية إلى إدارة الجودة الشاملة، إيه إدارة الجودة الشاملة هذه ليست بسهولة، وعملية التحول وعملية إدارة التغيير لا يحتاج إلى سنة، يعني تحتاج لك إلى تغيير ثقافة. تغيير ثقافة هذه ليست بسهولة، وبالتالي يعني تحتاج لك إلى وقت، يعني ولا فترة زمنية طويلة فيما يخص فقط تغيير فقط له. قد ربما تغير الأدوات والوسائل، قد ربما الأفراد نفوسهم يعني لا كيف كانوا وكيف يجب أن يصبحوا بعد 5 سنوات هذولا. عندما تقول نريد اليوم هذه مثلا ونحن نعمل يعني عندي الفرد هذا عشان ينجز عمل يكرره 2-3، تمام. إدارة الجودة الشاملة تقول لك أن تعمل العمل صحيح من أول مرة، معناته كيف هذا ممكن يعني يكون عنده يعني قدرات لتنفيذ العمل نفسه من أول مرة صحيح، وهذا له معنى آخر ويحتاج إلى تدريب، يحتاج إلى يعني اكساب الرجل الشخص هذا مهارات كبيرة. الخطة التكتيكية دي خطة تستخدمها الإدارة الوسطى لعملية الدفع نحو الأهداف الطويلة الأجل. ماشي. الخطة التشغيلية دي مبنية على الأهداف قصيرة الأجل، نهاية السنة يتم عملية تقييمه، يتم تقييم الخطة هذه، هل التشغيلية هل وصلنا إلى الأهداف اللي نحن حددناها في بداية في عملية التخطيط. ما شيء نشوف إيش الانحرافات. الخطة التكتيكية دي تقول إنه هل سنبقى على نفس الأهداف السابقة مع عملية تطويره هكا، يعني مثلا الهدف هذا أنجزنا منه 80%، أوكي جميل جدا 80%، باقي 20 هذه الإدارة اللي فوق الإدارة الوسطى تعمل أهداف تكتيكية لتطوير الهدف الذي مثلا حصلنا فيه على 80% بحيث ان احنا نغلق الفجوه. فهذه يعني الخطه التكتيكيه هي اغلاق الفجوات وتطوير الايش وتطوير الاهداف نحو انجاز الاهداف بشكل كامل، وبعد ذلك يعني تضاف كرصيد للاهداف طويل الاجل حسب الفتره الزمنيه. يمكن ان تضع اداره المنظمه ثلاثة أنواع من الخطط تحت هذا المستوى، مثلا يعني يسمونها خطة بعيدة المدى، وهذه تغطي 3 سنوات أكثر،
اللي زمنا بحسب الزمن، خطة متوسطة المدى هذه تغطي أكثر من إيه من سنة وثلاث سنوات لأنشطة وظائف المنظمة، وهذه خطة قصيرة الأجل تغطي السنة وأقل وتؤثر على الإيش على الأنشطة اليومية للمديرين. إذن قال زمني يعني بالإيه بالزمن محسوب زمنيا. أيضا آخر واحد إنه حسب الاستخدام، وهذا حسب الاستخدام فيه تفاصيل، خطط تستخدم بشكل دائم هذه حسب الإيه حسب الاستخدام، ومستمر مع إمكانية تغييرها وتحديثها وتشمل سياسات والإجراءات والقواعد، وأيضا يتم تطويرها لإنجاز الأهداف. هذه النوع الثاني، النوع الثاني ذي يتم تطويرها لإنجاز أهداف معينة ولا يحتمل تكرارها مستقبلا، يعني في أهداف ما تتكررش عاد، خلاص الهدف هذا ننجزه خلال السنة دي وما يتكررش. زي مثلا دي لكم على سبيل المثال، أنا بأخذ يعني المادة دي مبادئ الإدارة بالسنة هذه، خلاص بعمل لي البرنامج ما تتكررش عاد السنة الثانية، خلاص أنا انجزته ويعني كملت إيه؟ كملت هذا. أو أنه عندي مثلا أنا في الخطة حقي خمس أو مواد للسنة هذه، أعمل لي برنامج السنة الثانية ما يتكررش، ما تتكررش هذه الخطة، تتكرر خطة أخرى بموارد أخرى وبزمن آخر قد ربما يكون. فهذه البرامج والمشاريع والموازنات، فموازنة السنة هذه قد ربما لا تناسبنا في السنة اللي بعدها. فنشوف الخطط هذه واحدة واحدة من حيث النوع، من حيث الاستخدام وكيف يتم استخدامه وكيف يتم استخدامه. طيب دكتور سؤال لو سمحت، بالنسبة طبعًا للخطط من اللي يوضعها؟ يعني في خطط يعني الاستراتيجية والخطط التشغيلية هذه؟ نعم خلاص. شوف بالنسبة للخطط الاستراتيجية دي، الخطط لما نقول فكر استراتيجي نقول فكر يتعامل مع خارج المنظمة والمتغيرات الخارج المنظمة، النظر إلى الخارج حتى تشوف إيش عندك موجود في الداخل من أجل مواجهة الإيه مواجهة التحديات في الخارج. هذول الناس الذي يقوموا بعملية وضع يعني خطط استراتيجية هم يعني الموجودين في التوب مانجمنت، تمام، اللي هم في التوب مانجمنت مجلس الإدارة. نعم أيوة مجلس الإدارة، هذول اللي يعملوا عملية لأنه في تغيير شامل، ولأنه هم المعنيين بالتغيرات الموجودة خارج المنظمة، تمام. بينما الخطط اللي قصيرة اللي متوسطة الأجل اللي هي ما دون الإيش ما دون مجلس الإدارة، لأنهم على علاقة بداخل الإيه بما يجري أو بالعوامل القوة وعوامل الضعف الموجودة داخل المؤسسة. فلما يضع القيادة العليا الاستراتيجية طويلة الأجل يقول اللي في الإدارة الوسطى، هل موجود لدينا عناصر أو عوامل قوة موجودة في الداخل تستطيع أن يعني تنفذ أو تمشي بهذه الطريقة التي وضعوها الإدارة العليا ولا لا؟ إذا ما فيش تقول للإدارة العليا أن الاستراتيجية دي يعني تحتاج إلى إيه؟ إلى عناصر قوة غير موجودة، وعندنا عناصر قدر ما ضعف أكثر من عناصر القوة، وبالتالي لا يمكن استخدام هذه الاستراتيجية. فهمتها؟ نعم نعم. طيب الإدارة التنفيذية يعني هي الإدارة التنفيذية تعتبر هي يومية، هذولا يشتغلوا شغل يومي، خلاص لما نعم. تنزل لما توافق على الخطة الاستراتيجية، وبعد ذلك اللي بالإدارة الوسطى يقول والله الإدارة التنفيذية يعني يمكن تنفيذه، وعندنا عناصر قوة موجودة في الـ في الـ في الإدارة التنفيذية، نقول إن إحنا الآن نستطيع أن نتعامل مع الخطة هذه ويبدأ التنفيذ، يعني ويضع خطة تشغيلية، يعني تشغيلية. الخطة التشغيلية دي أسبوعية شهرية، لأنه إذا كان سنوية، إذا كان مثلا نهاية السنة معناته معك أنت هدف قصير الأجل، معناته إنه معك خطة قصيرة الأجل، معناته إنه لابد إنك تتابعه بخطط قصيرة الأجل، مثلا شهر شهرين ثلاثة شهور أربعة شهور وهكذا. فبرامجك يعني حقك الخطط القصيرة يومية تنفذها بشكل إيه؟ بشكل يومي أو بشكل أسبوعي، وكله تدفع نحو له نحو الهدف. أحيانا في مؤلفين يقولوا بأنه الاستراتيجية هي عبارة عن القرارات التي يتم اتخاذها للدفع نحو الهدف. فهمتنا؟ نعم واضح، يعطيك العافية. طيب إذن بناخذ هذه الخطط هذين واحدة واحدة ونشوف إيش الفرق بينهن، بحيث ما تخرجش من هذه المحاضرة اللي أنت هذه كلها العناصر تعرفها بشكل إيش بشكل جيد،
واستوقفونا في المكان الذي تشوفون. نشوف السياسة، إيش السياسة؟ يجي واحد يسألك أنت يعني درست مبادئ إدارة، وإيش السياسة هذه؟ ولا واحد مثلا ولا تسمع بالشارع سياسة 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 ومش عارفين نحن مو السياسة. إذن السياسة هذه هي عبارة عن خطوط عريضة موجهة تغطي إطار عام لعملية اتخاذ القرارات والأفعال، وتعتبر السياسة دي من الافتراضات التي يمكن السيطرة عليها من قبل المنظمة. في عندك هنا أمثلة، مثلا سياسة التوظيف. هذه سياسة التوظيف لما يعني يتم اتخاذ سياسة للتوظيف، يعني كل الإدارات الموجودة داخل المنظمة يجب أن تلتزم بهذه السياسة. ليه؟ لأن هذه السياسة يعني كل الإدارة يعني ما لا تترك لك مجال للاجتهاد، يعني يجب أن يكون متفق عليها. فلما نقول نحن نريد يعني مثلا يعني الاستراتيجية اللي تبنت إدارة يعني المؤسسة اللي هي مثلا التوب مانجمنت أو مجلس الإدارة، والله قالوا أنهم يريدوا باستراتيجيتهم هذه أنه يتحولوا أو إلى مثلا إدارة الجودة الشاملة. السياسة اللي بتكون موجودة عند التوظيف هي شيء، أنه لابد أن يكون الموظفين هذولا يعني عندهم يعني فلسفة إدارة الجودة الشاملة. هذه سياسة. طيب من يلتزم فيها؟ يلتزم فيها بالإنتاج، يلتزم فيها بالتمويل، يلتزم فيها بالمشتريات، يلتزم فيها التسويق. طيب يا دكتور، هل تختلف السياسة من حسب الإدارة المركزية ولا مركزية؟ أكيد من الخطط والأهداف. أكيد أنت لما أنت بتأخذ معي إدارة مشتريات. لا محاسبة هنا. ما طبعا محاسبة أخذ إدارة مشتريات مخازن، بس أنت ما نزلت شيء. أي إدارة المشتريات المخازن أخذتها. أخذتها. أيوه. أخذتها. أي أخذتها. طيب في أنواع سياسات موجودة في المشتريات. المشتريات في أنواع سياسات. صح. السياسة هذه أي نعم. السياسة دي يجب أن يتفق عليها مع الإنتاج، ويجب أن يتفق مع التمويل، ويتفق مع التوظيف، صح ولا لا؟ ويتفق مع التسويق. فمش معقول مثلا أنت تأخذ سياسة شراء دون أن تراقب التسعير، دون أن تراقب من شمول السياسة دي، دون أن تقول أنه الإنتاج برضو يعني تخدمه دي السياسة ولا لا، دون أن تقول الموظفين قادرين على تنفيذ السياسة دي ولا لا، صح ولا لا؟ إذن كل الموجودين داخل المنظمة يعني يتفقوا على السياسة أولا. إذا السياسة دي ما اتفقوش عليها، هي بسم الله شوف اللي تشوفه أنت قدامك هذا هو عدم القدرة على الاتفاق على السياسات. فالسياسة مهمة، أنه نحن لما نقول سنشتري مثلا من مورد واحد، ليه؟ لأنه يعني جانب التمويل يقول لي أنه ما عنديش أنا قدرة إلا مول واحد مثلا، جانب الإنتاج يقول أنه والله العملية المكاين اللي عندي الانتاجيات لا تحتاج يعني مواد خام من نفس هذا المصدر، من نفس هذا المصدر، ما اذا تجيب لي من مصدر اخر لا تتطابق مع عمليه الانتاج. ماشي، فهمت؟ تمام اي فهمت. ايوه، اذا هذه اول حاجه تتفق على السياسات، مثلا سياسه التمويل كيفي، سياسه الانتاج ايش تقول، سياسه التمويل ايش تقول، سياسه الشراء ايش تقول، سياسه التسويق ايش تقول، التسعير. إذن كلهن هذين لابد أنه نتفق عليهن مبدئ، لأنه بنمشي بنفس الاتجاه أصلا. إذا ما اتفقناش على السياسة معناته أول خطوط الموجهة ما اتفقناش عليها، هي بسم الله بدأ الاختلاف من هنا، ولا يمكن إيش الخطوة يعني اتخاذ قرار وإقرار الإيش الخطة. تمام، فأنتم كل مادة تدرسوها ابحثوا عن السياسات هذه وشوفوا كيف يتم إقراره، وشوفوا كيف يتم مثلا ربطه مع بقيه الايش، مع بقيه الايش المجالات داخل المنظمه. تمام علم. تمام علم دكتور. تمام هيا. طيب اذا ننتقل الى نشوف هذه السياسه. شوفوا كيف السياسه اي شيء، سياسه خطوط عريضه موجهه. مثلا لما نجي نقول يعني سياسه التسعير، خطوا التسويق، كلكم خطوا التسويق. نعم أخذنا. أيوة. نعم أخذنا. أيوة، في التسعير، في تسعير، في التسعير، في التسعير يعني يعني يسمونه خصم الكمية. تذكروا لما ذكروا لما نأخذ الكمية المناسبة، الكمية المناسبة، ونقول في حاجة اسمها سياسة خصم الكمية.
نعم نعم. طيب خصم الكمية دي تحتاج أنه نتفق مع من؟ مع المشتريات مثلا، نتفق مع التمويل، نتفق مع الإنتاج. طيب لو قلنا مثلا والله سياسة إيه، سياسة التسعير هذه بحسب المنافسين، إذا معناته لابد أن نحن نتفق نشوف المنافس قد ربما المنافس هذا عنده سياسة تمويل أقوى من سياسة التمويل الموجودة عندك، كيف؟ إذا لابد يعني سياسة التمويل هذه تمول السياسة، سياسة الإيه؟ سياسة التسويق، بحيث أنها تكون قادرة على المنافسة وقادرة على طرح مثلا سعر، السعر هذا يعني حسب الإيه؟ حسب المنافسين، صحيح ولا لا؟ سياسة الإنتاج لابد تخفض التكاليف بحيث أنك تستطيع أن تنافس. إذا بتستخدم سياسة يعني سياسة الإنتاج هذه بتختار سياسة تتفق مع من؟ مع سياسة التسويق والتوظيف. أيضا نريد ناس مبدعين يستطيعوا أن ينافسوا، مش ناس راقدين. تمام، هيا اللي بعده، البرنامج. أي البرنامج، شو البرنامج؟ هذا خطة أحادية، أحادية الاستخدام لمجموعة كبيرة من الأنشطة المتباينة في طبيعتها وضخامتها، ويتم تطويرها لإنجاز أهداف معينة ولا يحتمل تكرارها مستقبلا. ها، إذا مش ممكن تكرر هذه الإيه، تكرر البرنامج أكثر من مرة. يعني لما أقول مثلا برنامجنا للسنة هذه لنهاية السنة، هذه خلص يعني نهاية السنة خلصنا البرنامج، برنامج سنة أولى، هل لما ندخل سنة ثانية نكرره؟ مش معقول. إذن هذا يعني برنامج، وهذا خطة أحادية الاستخدام لمجموعة كبيرة من الأنشطة المتباينة في طبيعتها وضخامتها. وأنه أنواع البرامج، قابلك برنامج هنا، برنامج إدخال خط إنتاج جديد، هذا قرار استراتيجي، هذا من القرارات الاستراتيجية مثلا، يعني إذا أخطأت فيه يلا يعين. فبالتالي يعني لابد من وضع أنشطة، الأنشطة دي تقول لنا كيف بيتم عملية إدخال إنتاج، يعني خط إنتاج جديد أو برنامج افتتاح مصنع جديد للشركة. هي في بعدة بأنشطة كثيرة جدا، يعني هذا البرنامج يعني سينفذ عندما ينتهي، خلاص انتهى البرنامج. برنامج تطوير مناهج تدريس مثلا الرياضيات في دولة ما، هذا أيضا مثال. ماشي، حد يعني وضحت الصورة ولا؟ نعم واضح يا دكتور. هيا نشوف الإجراء، نشوف الإيه الإجراء، وإيش الإجراءات؟ شوفوا لابد هذه يعني، شوفوا مثلا يعني إحنا يعني للأسف هذه لابد تكون زي الأشياء اللي يعني اللي نقول ثابتة، يعني نقرأها ونثبتها بالرؤوس، بحيث إنه عندما نذهب إلى العمل نعرف نفرق بينهن، ونعرف نصيغ السياسة، ونعرف نصيغ الإجراء، ونعرف نصيغ البرنامج، وهكذا. فالإجراء سلسلة من الخطوات المتتابعة بينها فترة زمنية يتم اتباعها للوصول إليه إلى هدف معين في مواقف محددة. مثال، إجراءات خاصة بالتعامل مع شكاوى العاملين. طيب نحن برضو قلنا سياسة التوظيف، كيف بننفذ سياسة التوظيف؟ لابد من إجراءات حتى ننفذ هذه السياسة. بعدين إجراءات مثلا سياسة تنفيذ سياسة الشراء، كيف نتم عملية الشراء؟ ماشي، إذن سلسلة من الإيه؟ خطوات متتابعة لكن بينها فترة زمنية، هذه اللي يعني تفرق بينه وبين القواعد، بينه وبين القاعدة، وهذه يتم اتباعها للوصول إلى الإيه؟ إلى هدف معين. وجبنا هنا أمثلة. طيب هذه أمثلة للإجراءات، وبنجيب بالتفصيل الآن إجراء من تنفيذ مثلا سياسة الشراء. سياسة الشراء كيف بتتم تنفيذ؟ اللي صاحب اللي درس إدارة مشتريات مخازن يتذكر، واللي عاده ما أخذش إدارة مخازن مشتريات أو إدارة مشتريات مخازن يبدأ. تمام، إذن يتكون إجراء سياسة الشراء من 7 خطوات مزمنة، هذه تختلف من منظمة إلى أخرى بحسب طبيعة إيه؟ طبيعة المنظمة، خدمية، صناعية، تجارية، لكن يعني هذه الخطوات متفق عليها على يعني ب80% بين الإيش؟ بين المنظمات. مثلا شوفوا الإجراء هذا لتنفيذ السياسة، تنفيذ إيه؟ سياسة تحديد الاحتياجات واستقبال الطلبات، هذه
نقول لإدارة المخازن فيه ولا ما فيش بعد ما نحدد هذه الاحتياجات. إذا في يعني خلاص أخذنا من المخزون، إذا ماشي بدأنا أول خطوة للتعامل مع الخطوة اللي بعدها، تحديد طريقة الشراء. إيش بطريقة الشراء؟ إيش الطريقة اللي بنستخدمها في عملية الشراء؟ هذه يعني بعد ما نحدد ليه الاحتياجات. ليه؟ لأن كمية الاحتياجات تقول ما هي الطريقة، هل هي مناقصة، هل هي ممارسة، هل هي أمر مباشر، هل شوي. اختيار مصادر إيه؟ مصادر الشراء. والله اتفقنا على أنه الطريقة ممكن تكون مناقصة إذا كان المصدر يعني سيتم عملية اختيار الإيه؟ مصدر الشراء من بين بدائل. فإصدار أوامر الشراء يعني أو اختيار مصدر الشراء اتفقنا على طريقة الإيه؟ طريقة الشراء. لا يمكن تقفز على من خطوة لخطوة ثانية إلا بعد ما تستكمل الخطوة الأولى. هذه الخطوات مرتبة ترتيب، يعني ترتيب زمني وترتيب موارد وترتيب يعني قدرات وترتيب كفاءات وترتيب كل شيء. حتى أنه الناس كل يعني حتى السياسة اللي تقول أنه ماذا كل إحنا بنتجه باتجاه معين، فمش ممكن مثلا يعني تروح تحدد طريقة الشراء قبل ما تحدد الاحتياجات. إذا قفزت عن الخطوة الأولى وحطيت الخطوة الثانية عبارة عن تحديد طريقة الشراء، معناته بتقول والله مناقصة. إذن لما تقول مناقصة حجم الاحتياجات ما يحتاج أن أنا أعمل طريقة مناقصة أو أتخذ طريقة مناقصة قد ربما بالأمر المباشر الكمية هذه. فبالتالي أولا تحديد الاحتياجات عشان تعمل الخطوة الثانية، وبعدين الخطوة الثالثة تقول أنه المصادر اللي المصادر هذه المناقصة تقول أنه دعوة عامة، الممارسة تقول أنه لا نختار اختيار معين الناس ما يعني يمارسوا ممارسة ونعرفهم، أمر مباشر معناته أنه نحن بنختار وقت ربما واحد ونروح نشتري من عنده. فبالتالي هذه الإجراءات لتنفيذ سياسة شراء لابد تكون مرتبة ترتيب يعني حتى تصل إلى الخطوة السابعة، وهي عبارة عن الاحتفاظ بمن أو مراجعة الفواتير والاحتفاظ بالسجلات. ليه؟ لأنه هذه السجلات هي عبارة عن البيانات التي بتستخدمها في عملية تكرار التخطيط للسنة اللي بعده أو تطوير الإيه الأهداف الذي أنت ما قدرش تنفذها بالسنة اللي بعده، وهذه اللي تكلمنا عليها إيه؟ تكلمنا عليها في بداية الإيه؟ في بداية عملية التخطيط. ها حد عنده سؤال يا دكتور في موضوع ال استراتيجيات؟ شوف أتفضل. إيه يعني فيه مكتوب السياسات والبرامج والإجراءات، الموازنات هي محذوفة حذفوها لنا من الكتاب، لكن هل معناها أنه تختص يعني مثلاً في كتاب آخر في مادة أخرى أم هي ليست من المواد العامة يعني زي الإدارة؟ لا هي خطة، هي خطة بس هي خطة رقمية تمام، وبتأخذها في مواد مثلاً زي المالية زي المحاسبة، بتأخذوا هذه القضايا يعني قد ربما هم أقلوها لمادة أخرى، لكن هي عبارة عن خطة أيضاً بس خطة رقمية يعني في بها أرقام يعني، والأرقام هذه تستند إلى الأنشطة لأنه النشاط في بو زمن وفي بو جهد وفي بو مال، فالخطة دي بحيث أنها تتوافق. مثلاً لما أقول مثلاً والله تحديد طريقة الشراء تمام، نعم. المناقصة تحتاج إلى جانب مالي معين لابد يكون رقماً معروف، الممارسة تختلف عن الإيش عن المناقصة، وبالتالي لابد أنه يكون وأقل مثلاً من إيه من جهد المناقصة والزمن الذي تأخذ المناقصة، وبالتالي يرافق جانب نقدي معين. أمر الشراء برضو يختلف، وبالتالي هي عبارة عن خطة رقمية ترافق هذه الإجراءات، كيف بنفذ الإجراءات بدون مال. فهمتنا؟ نعم ما. أيوة. فأنت يعني إذا كنت أنت محاسبة بتاخذ مثلا قدر انواع الموازنات، لما تقول مثلا خطه تشغيليه في لي موازنه تشغيليه، لما تقول يعني مثلا خطه راس ماليه معناته في لي مثلا خطه في لي مثلا يسمونها موازنه راس ماليه، بتاخذوها بالمحاسبه هذه كلها. بس انت ايش اللي تعمله؟ تعمل عمليه الربط بين هذا الشيء وهذا الشيء، وتعرف ايش الاختلاف بينهم، وتعرف توصف العلاج. فهمتم؟ نعم واضح. إذن أصحاب أنا ضربت لكم هذا المثال للإجراءات لسياسة الشراء حتى أنه أي واحد بيأخذ مثلا إدارة مشتريات بيعرف أنه في إجراءات، بيعرف أنه مثلا في مبادئ الإدارة أخذ إيه؟ أخذ شيء اسمه ليه؟ الإجراءات. خلاص علم طيب هذا بالنسبة علم القاعدة.
ما هي القاعدة؟ هي وصف دقيق لكيفية القيام بالعمل. وصف دقيق لكيفية، ما فيش خطوات، ما فيش خطوات مزمنة. كيف؟ مثال لتنفيذ إجراء مثلا التوظيف، هذه يجب كلمة يجب مثلا، يجب ألا تتجاوز المدة الزمنية شهرا واحدا. إذا تجاوزنا الشهر هذا معناته يعني قد ربما نعيد الإعلان ثاني مرة، تمام؟ طيب لتنفيذ إجراء الشراء، إجراء الشراء هذه يجب ألا تنفذ عملية الشراء قبل التحقق من عدم وجود الأصناف في المخازن. يعني إذا مثلا رحت تشتري قبل ما تتأكد، معناته شو؟ معناته أنت بتضيف أصناف نفس قدر ما نفس الأصناف وتجمد ليش؟ تجمد رأس المال في المخازن. ماشي؟ طيب ماشي. لتنفيذ إجراء شكاوي العاملين، هذه قاعدة تقول يجب ألا تؤجل عملية النظر في الشكاوي أكثر من يوم. معناته إذا زادت أكثر من يوم نبكر اليوم الثاني، نحن إيش قد المظاهرة برا بالشارع، تمام؟ خلاص هذه مفهوم القاعدة. نشوف المشروع. المشروع هو خطة أقل مدى زمني من البرنامج. ها ليه؟ لأنه البرنامج في بو عدة مشاريع، البرنامج في بو عدة مشاريع، وبالتالي إنه المشروع هذا عبارة عن خطة أقل مدى زمني من البرنامج، وقد يكون جزء من من البرنامج، ولو فترة زمنية، لو بداية ولو نهاية. إذا ما التزمناش بالفترة ببداية يعني بفترة البداية والنهاية، قد ربما يفشل المشروع. مثال إدخال منتج جديد في خط إنتاج قائم، إذا ما نفذناش خلال يعني فترة معينة، قد ربما يختل خط الإنتاج بكامل. تطوير منتج قائم وإجراء تحسينات فيه، إذا معناته أنه يعني هدف تطويري هذا، يعني عندنا الهدف يعني في السنة اللي فاتت القصير الأقل ما تنفذ بالشكل المطلوب، إذن هدف تطوير، معناته ندخل في إيش؟ في الأهداف إيش؟ متوسطة الإيه؟ الأقل. حلا ألو حلا حلا يا دكتور. إن شاء الله يعني الأمور يعني أخذت يعني أخذت حقه يعني من الـ من الـ من الـ الإدراك. خلصنا نصفي هنا ونقول لكم شو، شكرا للاستماع، واللي عنده سؤال يسأل. بالنسبة لتعريف الإدارة زي ما ذكرت في البداية، كانت يعني في عام 1911 وبعدين 1900 وكذا ولين 1955. طيب من 1955 إلى الآن، إلى إيش المفاهيم الحديثة أو آخر يعني مفهوم للإدارة يعني في الوضع الحالي؟ الإدارة الإلكترونية. نعم الإدارة الإلكترونية الآن، شوفوا كيف التطور يمشي. معنا أجت أول حاجة إدارة تقليدية، وبعدين أجت إدارة الجودة الشاملة، وبعدين دخلت التكنولوجيا ومزقت نفسها عليه مع الإدارة، وانتقلنا إلى الإدارة الإلكترونية. يعني عملوا عمالة بعد الإدارة الجودة الشاملة، عملوا عبارة عن هندسة العمليات. هندسة العمليات هذه بحيث أنه تستخدم التكنولوجيا ضمن إطار أنشطة الإدارة لتقليل التكلفة والزمن، وبالتالي عملت عمالة هندسة يسمونها هندرة أو هندسة العمليات. وبعدين انتقلوا إلى شيء اسمه إدارة الإدارة الإلكترونية اللي نحن نعيش فيه الآن. فلما تشتي تعرف يا دكتور الخطة ما تجي إلا بعد الدراسة، أكيد ما في مشكلة طبعا، لأنه أصلا لأنه معك البيانات السابقة والوقت الحالي لابد تدرسهم. أدرسه قبل ما أسوي الخطة، يعني قبل ما تدخل الجامعة أنت لابد أنه تكون مثلا عارف إيش اللي كان معك من سنة أولى لما ثاني ثانوي، وتعرف نقاط قوتك ونقاط ضعفك، صح ولا لا؟ أي هكا. وبعدين يعني يعني تخطو خطوة ثانية مبنية على إيش؟ على هذا القضايا.